الإصابة بعملية جراحية خارج البلاد، نتمنى له السلامة، نتمنى له السلامة. مباريات كبيرة، عدنان النجدي يبدأ في حراسة. جميع نتائج نادي الاستبيقات ألغيت بعد هذا الانسحاب. خطرة مع الكويت، جول جول أول يأتي فرناندو البرازيلي، سجل وافتتح التسجيل لنادي الكويت بعد لعبة ممتازة وتسديدة جميلة في مرمى صالح الحمادي. يسجل فرناندو، يسجل التمرير مع عبد الرحمن الطويل، استلام استلام من عبد الرحمن الطويل، يمكن يعدي يمكن يسدد، اوه يا الله يا الله يا الله على هذا الهدف، كيف دخل لنادي الكويت، شلون دشت هذه الكرة. فوز على السالمية 6-3، فوز على التضامن 3-2، تعادل مع العربي بأربعة أهداف مقابل أربعة. أوه جول جول أول لنادي اليرموك، غريب جدا كيف سجل هذا الهدف، غريب جدا كيف سجل هذا الهدف، باغت الجميع، فاجئ الجميع، ماركوس البرازيلي يسجل، ماركوس سدل، شوف شلون استلم، شوف شلون سدل. اليرموك تمثل الكرة، ماركوس سدد، يوه الله 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 الله، من البطل، من الرائع، من الكبير اللي تصدى لهذه الكرة؟ نعم نعم يا سادة، هو عدنان النجدي يتصدى. فهد سرور هو اللاعب الذي يطلق هذه الأرضية حاليا، عبد الرحمن الوادي عدى مرر خطرة، جول والثالث يوصل بعد مجهود رائع، بعد مجهود مذهل، بعد مجهود انتهت المباراة، انتهت المباراة، الكويت بطلا للدوري الكويتي لموسمه 2016-2017 لكرة الصالات. مبروك لجماهير الكويت، مبروك لجماهير الكويت، مبروك لإدارة الكويت، مبروك لهذا الفريق الذي منذ الخسارة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام اليرموك، أمام هذا الفريق حقق 16 مباراة متتالية من غير أي خسارة، 12 انتصار، 4 تعادلات، وحاليا تصل إلى 17 مباراة متتالية، 17 مباراة متتالية. الله يلا معانا عاشوا الكويتاوية، عاشوا والله صفقوا.
يغلب ما حد يغلبه هذا زين كويتاوي ابيض لي حضر هذا لعب تعب فاز انتصر.